بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة المباركة الطيبة، قائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوددتشوه هدماتوش ناتوش هتوش وندموش. إن شاء الله يجمرنو تمرتاتشن مثل الخطوط العربية يعربي صوف يتمركتي هنا بعربي ناس صوفاتشن يجمرنو كخط النسخنو خط النسخ قطلا الرقع ديواني بلنو يعو تمرتاتشن من قطلونا በዛሬ ደርሳችንም እነኚህን ሶስት አይነት ኸጦች እንዴት ያሉት ናቸው የሚለውን ለመጀመሪያ ጊዜ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ቆምንበት ፊደል እንጀምራለን። ነስ ማን ነው ኸጠ ነስኽን ማለት ነው። ለምሳሌ ነስኽ የሚባለው ምን አይነት ጽሑፍ ነው? ለምሳሌ ይሄ አይነት ጽሑፍ ነስኽ ይባላል። አሁን ኢንላሃ ቢየብል إن الله خير مع الذين اتقوا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هم محسنون. إيه صوف ياو نسخ بلن يمن لو يصوف عينتنو. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بوزغزي قرآن لي حديث لي يمن اتقامو አይነት ነው። አሁን ደግሞ ማነው ርቃን ወይንም ሩቃን ብጽፍ ለምሳሌ ኢነ አልহামዱሊላሂ ነህመዱሁ ወነስተዒኑሁ ወነስተግፍሩ የምትለዋን ጽፌ ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ ትኩረት እንድትሰጡኝ ነው የሚፈልገው። ለምሳሌ ኢነ አልহামደ ሊላሂ نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره. نعم زينة صفقة هنا من يبالال خط الرقعة وينم خط الرقعة يبالال إهننا من المهرال سوستنياو خط أين من المهرو خط الديواني يمي بالونو. لمسالي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بيه لمسعف بفلك من دي تفعلو. إن الله هو الرزاق. الرزاق ألف لام إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
ذو المتين እዚህ የዚህ አይነት ጽሑፍ ደግሞ ምን የሚባለው ነው خط الديواني የሚባለው አይነት ጽሑፍ ነው ስለዚህ እነኚህንም ሶስት አይነቶች የخط ሶስት አይነት የخط ያጻጻፍ ስልቶችን እንማራለን ኢንሻአላህ ከዛ በኋላ ምንድነው ያልነው ይሄንን ጽሑፍ የምትጠቀሙት ለነስኽ ነው ለምሳሌ علمي የሆነ ነገር ዕውቀት አዘል የሆነ ነገር ኪታብ ስታዘጋጁ ለሰዎች ተጥቢቅ ስታዘጋጁ ይሄን ትጽፋላችሁ ነስኸ ማለት አንድ ነገር እንዳለ የዛ ኮፒ የዛ አምሳያ ተጻፈ ማለት ነው ርቃን ምን ተጠቀመው ለምንድነው ኸጣ ርቃን ምን ተጠቀመው سنቸኩል ለምሳሌ ኢማሞች ኹጥባ በሚያዘጋጁበት ጊዜ እንደገና ተማሪዎች ደግሞ ሃንዳውት ኖት በሚጠቀሙበት በኖት በሚያወጡበት ጊዜ ይሄንን ይጠቀማሉና አጫጭር የሆኑ ኖቶችን ነው በዚህ ስለዚህ ይሄ አክثر استعمالاً عند طلبة العلم طلبة العلم ዘንድ ይሄ በጣም ልዩ ጥቅም ነው ያለው ይሄ ደግሞ خط الديواني ምን ተጠቀመው ምን ጊዜ ነው ለምሳሌ ማስታወቂያ ስናወጣ ላፊታት እንደገና يا شيخوچن سم لمصاف يا كتاب سم لمصاف ليو طقم يالو نو انا زخرف علي ايهنن ثلاثتون نتقمالن معناتنو سلازي اهو نجمرنو كمندنو ك نسخ نو اهو يجمرنو لذي نسخ لي حالي نو يقوم نو بندي ملكو نو ان شاء الله امنقطلو تمرتاچنن اهو انانت تكرت مدرج يالباچو مندنو እነኚህ ሶስቱን እስክንጽፍ ድረስ መሰረት የሆነው خط النسخ ስለሆነ هو الاساس መነሻ ነው መዝለያ spring board ስለሆነ خط النسخ ላይ መጀመሪያ ትኩረት ስጡ ህጎችን አፕላይ እናረጋው خط النسخ ላይ ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ርቃና ወደ ዲዋኒ ምንሻገረው ስለዚህ በዚሁ መሰረት ባለፈው ፕሮግራማችን ያቆብ ነው ማላይ ነው ሃላይ ነው ያቆብ ነው ሃላይ ነው ያቆብ ነው እና ዛሬ ከኻ ነው የምንጀምረው እዚህ ጋር ፊደሉን እንጽፋለን እዚህ ጋር ፊደሉ መጀመሪያ ላይ ሲመጣ እዚህ ጋር ፊደሉ መሃል ላይ ሲመጣና እዚህ ጋር ደግሞ ፊደሉ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ምኖረውን ቅርጽ ነው የምናየው زي بوتا لي حرف نو يالو هذا حرف زي بوتا لي حرف على حرف على زي بوتا لي بداية على بداية مالت يا قال مجمر علي بميمت عبت جيزي يمينورو كرسنو قطلو وسط انلالن وسط مالت بقال مجمر علي يمينورو كرسنو قطلو دمو آخر وينم نهاية بقال መጨረሻ ላይ ሲመጣ የሚኖረው ቅርጽ ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ማን ነው ምናየው ብለናል ኸ ነው ምናየው ኸ የሚለው ነው ምናየው እና ይሄ ኸ ለምሳሌ ኸውፍ ኸሸብ ብዬ በመጽፍበት ጊዜ ኸሸብ ስል ኸ ያስፈልገኛል አንደኛ ቀጥሎ ሺን ያስፈልገኛል ኸ ሺን ያስፈልገኛል ቀጥሎ ደግሞ ባ ያስፈልገኛል ለዚህ ምንድነው የሚሆነው ነው ጥያቄው የሚሆነው ምንድነው እቺ ኻ እዚህ ጋር ትቆረጣለች ኻ እዚች ጋር ትቆረጣለች خير ኻ ትቆረጣለች ቀጥሎ ሺን ምን ትሆናለች ሺን እዚህ ጋር ትቆረጥና ቀጥላ ቀና ትላለች ባሳ ባ ደግሞ እዚች ጋር ትቆረጣለች አሁን ከነኚ ከሶስቱ ማለት ነው ከነኚ ከሶስቱ ኸሸብ ብዬ በመጽፍበት ጊዜ እንዴት ጽፋለሁ ይሁን ኸ ኸ አልኩኝ ሺን ቀጥዬ ባ
خیر کہتے یہ نتب وچن اسکم متعلو مالتنا ایشی نخلتن بیئے بصف دگمو نخلتن بیئے بصف اندیت صفالو نخلا خیر نخلا لمصاف اندنیا نونی اسفل لگنیا ولتنیا خای اسفل لگنیا سوستنیا لام اسفل لگنیا اراتنیا دمو تامر بطات اسفل لگنیا لگ اهم من دنو امی هونو نخلا لمالت ننی ارات فیدلو چه اسفل لگنیا کالکوی نون من توانا لگ زیچگا تکورت آلگ نون خیر خا زیچگا تکورت آلگ لام زیچگا تکورت آلگ تامر بوت آگن ملکوان تلوت آلگ ملکوان تلوت آلگ من توانا لگ اندی آلگ ارس اینو راتال اندی آلگ ارس اینو راتال کزالا کننی که عراتو نخلا بیه بمصف بگزی نون نخلتون خلاص بندی ملکو اصف آلگ هو مالتنا خيرا كتية مجرش علي مسخة بيه بصف ميم يسفل لغينيال عند سين كتلو يسفل لغينيال ولت كتلو خا يسفل لغينيال اهون من دومي هنا وطيتو ميم زيچيغا تقررت عليج سين تقررت انا قنات عليج كزان كان نيمي كسوستو انديت اندام بصف تملكتو مسخة ايو ميم الدبابة مزور ميم انت سين انت هولت كف لالو كتية خا بندي ملكو اصفال هو مالتو خيرا كزي مكتلو من دنو الف ين الف با تا ثا جيم حا خا اهون دال ذال را يهون المالتو مرحبا دال ذال را ننی دال ذال را زای کمای کتل بچو فیدروچ محکل ناچو دال لصاف خیر لمسالی خیر دجل یمیل کال بصف دجل دالون یاسفل گینیان کتلو جیم یاسفل گینیان کتلو لام یاسفل گینیان من دنو میهونو چی دال کمی کتلو فیدل کا ات کتلم جیم زیگات قررت انا کسوستو دجل بیگی بمصف بگزین دزی هنال دا جا کتلو لام بندی ملکو ایس آفال مالتنو مدخل بیگی بصف دگمو من اسفل گینیال محلی میم کتلو دال اسفل گینیال کتلو خا اسفل گینیال کتلو لام اسفل گینیال انا ميم زيچيغا تقررت عليج دال اتكتلم كخاغا خازيغا تقررتنا كنني كأرات في دلوج مدخل بيه سصف اندي تندام صف تملكتو ميم جمركوين دال زيغا اندي لنا كتيي خا كتلو لام عندنو فتن نملبت مكنيات كزيبا فيت بزيو بافريكا تيفي يازي عينت تبس هساي پروغرام تمرت تسطو نبرا اهون ودليلو چو خطو چلا مشاگاگر يگد يعنن مكلس ريفايز مادرق سلال لبن لزاه بيينو فتن ملغونا مندنو متادر قوتن نانتا انشاءالله تكارسو تالا چو پروغرامون بموبايل ميجا كارس اچو كذابو حالا پوز يادرقا چو ياكو ما چو ملما مدت شلال لچو ليلو چه خطو چلا يسشاگر گن من دو مادر گو کس بیه لمس اف مکرالو آهنگن ساعت لمس کوت ابنو فتن فتن یال کویالوت مچار شالی سند بیه لمس اف بفرلگ سند سین کتلو نون کتلو دال خیر نیی یاس فرلگو نیال کذاب حالا هیچی سین زیچگات کورت آلچ کتلا کنات آلچ نون دگمو ولتون گات کورت آلچ كزان كنني كسوستو سند بيلا مصاف سند بيلا مصاف سين نوننا دال ياسفل غنيال بندي ملكو يصافال معناتنو بندي ملكو يصافال ما شاء الله خا قتلن دال الن قتلن زالن نو امنايو زالن نالن ذال خير
ذالن بمنايبت كزي يمجمراو ذنب بيه بصف من ياسفلغينيال ذال ياسفلغينيال قتلو نون ياسفلغينيال با ياسفلغينيال مندنو يميهونو ياو ندمتكمتوت ذال متونالچ اتقتلم نون بزي بكل اتقرطم لمن ذال سلم ما اتقتلبات بزچيغا تقرطالچ با دغمو زچيغا كزان كنني كسوستو ذنب بيس صف عندي يوانال قرصو معناتنو اذازي ذنب ميلو بندي ملكو يصافال ሁለተኛው ላይ ለዚዝ ብዬ በጽፍ ምን ያስፈልገኛል ትገምታላችሁ ላም ያስፈልገኛል ቀጥሎ ዛል ያስፈልገኛል ዛል ቀጥሎ ያ ያስፈልገኛል አሁንም ደግሞ ዛል ያስፈልገኛል خير ከዛን ላም ዝጭጋ ተቆረጣለች ዛል አትቀጠልም ያ ደግሞ አደብ እንድትይዝ ተቆረጣለች ለምን ጥምልምል ሆና መሐለያቱ ሆነም የዚህን ነገር ቀባታ ወጣለች መጨረሻ ላይ ለዚህ ከነኚ ከአራቱ ለዚህ ብዬ በመጽፍበት ጊዜ ላም ይሄው ላም ዛል ያ ዛል ፈንዲ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ለዚህም የሚጻፈው በስተመጨረሻ ፈኺዝ ብዬ በጽፍ ምን ያስፈልገኛል ፋ ያስፈልገኛል አንድ قتلو خا ياسفلغينيا خير قتلو ذال ياسفلغينيا انا فا زچيغا تقرطالچ خا زچيغا تقرطالچ كزان انديت يهونال ايو فا كلاي تمطالچ فا كلاي تمطانا خا انديت يهونالچ بندي ملكو فخذ يميلو يصافال معناتنو لذي اهو يقومنو ذال لاينو ሶስት ፊደላትን አያን አሁን ሚቀጥለው ራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምጽፈው ፊደሉን ነው ቀጥዬ መሃል ላይ የምጽፈው ፊደሉ ከቃል መጀመሪያ ላይ ሲመጣ የሚኖረውን ቅርጽ ነው መሃል ላይ የምጽፈው ፊደሉ መሃል ፊደል ላይ መሃል ቃል ላይ ሲመጣ የሚኖረውን ቅርጽ ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ የምጽፈው ያ ፊደል ከቃል መጨረሻ በሚመጣበት ጊዜ የሚኖረውን ቅርጽ ይሆናል ان شاء الله الله يا قرالنا خيرا تادع خيرا الذي قومنا ما لينو ذال لينو دال بلنان ذال بلنان اهون دمو يمنايو ماننو ران ران النعلن را خير را اهون رحيم بيه بمصف بس غزي من ياسفلغنيال اندنيا را ياسفلغنيال قتلو ح ياسفلغنيال قتلو يا ياسفلغنيال قتلو ميم ياسفلغنيال رحيم مندنو ميهونو بيبال را من ايهونم كمي قتلو فيدل غا يقتلم ح زچغا تقرطالچ يا زچنا زچغا ተቆረጣለች ስለዚህ ከነኚ ፊደላት ረሂም በሚጻፍበት ጊዜ እንዴት ጽፋለው ተከታታሉኝ ረሂም ራ ይሄው ራ ሃ ካፍላለው ሚም ረሂም በንዲበልኩ ጽፋለው ማለት ነው መርከብ ብዬ በጽፍ ደግሞ መርከብ እዩ ሚም ጽፋለው ቀጥዬ ራ ጽፋለው ቀጥዬ ካፍ ያስፈልገኛል ቀጥዬ ደግሞ ባ ያስፈልገኛል خلاص ስለዚህ አሁን የሚሆነው ምንድነው ሚም እዚች ጋር ተቆረጣለች ራ ደግሞ ከሚቀጥለው ፊደል ጋር አትቀጠለም ካፍ ቅርጿን ትለውጣለች ከዚህ በፊት እንዳየነው ስለዚህ ቅርጿን ስትለውጥ ምን ትሆናለች የዚህ አይነት ቅርጽ ይኖራታል ማለት ነው خير ቀጥሎሳ ሲባል ባ ነች ባ ደግሞ ካፍ ስለምትቀጠልባት ዝጭጋ ተቆረጣለች ከዛን ከነኚ ፊደላት ነው መርከብ ብዬ በመጽፍበት ጊዜ እዩ እንዴት እንደምጽፍ ሚም እንዲላለው መር ቀጥዬ ካፍ ጽፋለሁ መርከብ በእንዲህ መልኩ ጽፋለሁ ማለት ነው خيرا ቀጥዬ
سر مالت چلالو باچرو لما ساتر سر ربيجي بصف سين انا قتلو را ياسفل لگينيا خير اهين دقمو لما ارزم كفل لگين لما سالي سرير مالت چلالن يا ياسفل لگينيا قتلو را ياسفل لگينيا لزي سين زيچگا تقرطنا قنات لالج اچي را دمو اتكتلم يا گن አደብንድቲስ ትቆረጣለች ከዛን ከነኚ ከአራቱ ፊደላት ሰሪር ወይንም ትርጉሙ አልጋ ሚለውን ለመጻፍ እንዲሆናል ሲን ሲን ቀጥሎራ ቀጥሎያ ቀጥሎራ እንደዚህ ይጻፋል ማለት ነው ይሄ ራ ነው ሚቀጥለው ዛይ ነው ኸይራን ሚቀጥለው ዛይ ነው ዛይ ዛይን ጽፍ እንዲሆናል ዛይን በመጽፍበት ጊዜ አህባ እንደዚህ አድርጉ ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ይሄ y and x ነው y and x this is x axis ይሄ y axis ምንድነው ታረጉት እዚች ጋር ጫፏን ወጣ ታረጉና ቀጥሎ እንዲህ ታረጋላችሁ ለዚህ በዚህና በዚህ መሃል ያለው 45 ዲግሪ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ ታረጉና መሃሉን ነው መታወጡት بندي ملكو تصفالاچ حمالتنو سلازيچين ازازافون تكرت تادرغالاچو اشي زاي را بندي ملكو نو يميصافوت زاي يمجمراون استي زيت بيي تصف من ياسفلگنيان زاي انت قتلو يا انو قتلو تا انو زيت خير لذي مندنو يميهونو بيبال ايتشي زاي ከሚቀጥለው ፊደል ጋር አትቀጠለም ያ ዚና ዚጋ ዚና ዚጋ ተቆረጣለች ከዛን ከነኚ ከሶስቱ ዘይት በየበ መጽፈበት ጊዜ እንዲጽፋለው ዛይ ይሄው እንዲ መልኩ ይጻፋል ማለት ነው ዘይት خير አሁን ሚቀጥለው አራይት ሚቀጥለው خير مزقه يميل قال بصف من ياسفلگنيال ميم ياسفلگنيال قتلو زاي ياسفلگنيال قتلو دمو قاف ياسفلگنيال مندنو يميهونو بيبال اندنيا ميم ازچيگا تقرطالج زاي دگمو اتقتلم لذي بزي مسرات كنني كسوست قال فيدلات مزقه لمصاف يهو ميم ادباباي اندمزور መጣው ዛይ እንዲጽፍና ቃፍን በእንዲ መልኩ እጽፋለሁ ማለት ነው ስለዚህ መዘቀ በእንዲ መልኩ ይጻፋል ኸይራ መርከዝ ብዬ ብጽፍስ እንዴት ነው የሚሆነው መርከዝ ሚም ዚጋ አለ ቀጥሎ ራ ዚጋ አለ ቀጥሎ ካፍ ዚጋ አለ ቀጥሎ ዛይ ዚጋ አለ ኸይራ ስለዚህ እንዴት እንዴት ይሆናል ሚም ዝችጋ ተቆረጣለች ራ አትቀጠልም ካፍ ግን ቅርጿን ትለውጣለች ለዚህ ቅርጿን ስትለውጥ ካፍ እንዴት ነው የምትሆነው የዚህ አይነት ቅርጽ ይኖራታል ከዛን ከነኚ ከአራት ፊደላት መርከዝ ብዬ ስጽፍ ይሄው ሚም እንደዚህ ሚም ቀጥሎ ራ ካፍ እንዴት ነው የምትሆነው ቀጥሎ ዛይ ማለት ነው መስመሩ ይቀድማል መርከዝ በእንዲ መልኩ ይጻፋል ለማለት ነው ዛይ የሚቀጥለው ፊደል የሚሆነው ምንድነው ሲን ነው ኸይራን ሲን ነው የሚሆነው የሚቀጥለው ፊደል ሲን ሰይፍ ብዬ ለመጻፍ ምንድነው ያስፈልገኝ ሲን ያስፈልገኛል አንድ ቀጥሎ ያ ያስፈልገኛል ሁለት ቀጥሎ ደግሞ ፋ ያስፈልገኛል ስለዚህ ከነኚህ ከሶስት ፊደላት ሲን ምን ትሆናለች ቢባል ሲን ትቆረጣለች ቀና ትላለች ያ ዝችጋና ዝችጋ ትቆረጣለች ስለዚህ ከነኚ ከሶስት ፊደላት ሰይፍ ብየስን እንዲጽፋለው ሲን ሰ ቀጥሎ ያ ቀጥሎ ፋ በእንዲ መልኩ ይጻፋል ማለት ነው እሺ መስጂድ ብየ ብጽፍ ደግሞ ምን ያስፈልገኛል መስጂድ ሚም እንዲ ትጻፋለች ቀጥሎ ሲን አለዚህ ቦታ ላይ
كتلو جيم اندي هلا كتلو دمو دال على مسجد لذي كنني كأرات في دلات مسجد بيجي لمساف ميم زيجا تقرط عليك سين تقرطنا كنا تلالج جيم زيجا تقرط عليك كزان كنني سوست في دلات مسجد بمصف بتجزي بندي ملكو يصافان ميم ايو زيجا ميم ما نيم نج كتلو سين عند ترس ولت ترس سوستين يوكا فيلال جيم اندي هوننا دال بندي ملكو يصافال مالتنا ما ترش علي دقمو لمسا بيه بصف انديتنا بصفو لمسا لام اندي يصافال ميم اتواتنا سين اتشينج خير كذا وهلا لام زيجا تقرط عليك ميم زيجا تقرط عليك كذا كنني كسوستو لمسا بيه بمصف بقزي بقلالو ايو لام اتوات ميم تتألف عليك سين بندي ملكو يصاف المالتو مرحبا لزي سين لي نبي درسنو يمي كتلو يمي هونو شينو ميكتلو شينو يمي هونو شينن ومن نايبت جزي بندي ملكو هنان كا سينغا يالو كرس تمسا ساينو يمي هونو باچرو شمس بيجي بصف من اسفل لغنيا شين اسفل لغنيا عند ميم اسفل لغنيا كتلو سين اسفل لغنيا خير لازين ديتنو يمي هونو لما قرات ياهل شين زيجا تقرط عليش كانات لالش ميم زيجا تقرط عليش كذابو هالا من يهونال شمس يهو شين عند كتلو ميم كتلو سين بندي ملكو يهونالو مالتنو مي كتلو مشرق نو يمي لو مشرق بيه لما صاف مندنو يمي هونو ميم زيلي عند كتلو شين كتلو را انا كافنو يمي هونو لازي ميم زيغا تقرط عليك شين تقرط انا كانات لالج را دقمو عتك كتلم لازي مشرك لما صاف ميم عند شين ولت را كتلو قاف بندي ملكو يصافا مي كتلو كابشنو استي كابش بيه لما صاف كاف ياسفل جنيان كتلو با ياسفل جنيان كتلو شين ياسفل جنيان كاف كرسوان تلو تعلج يندي على كرسينو راتال بازي قات قرر تعلج كتلو بندي ملكو سصف فيهو كافون با كتلو شين بندي ملكو سصفنا اتشارسان لو معلتنا سلزي يزاري درس احبتي في الله بزي هتناك قال بمي كتلو درس كنقنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واملئ قلبي سرورا وله اللحن أعيدي.